طريقة المبايعة المرابحة هل لها شيء صحيح؟ أنا ما أعرف يعني المرابحة كيف يؤدونها الآن تماما يعني الشركات هذه الإسلامية، لكن القصد لازم المواعدة أن يعده أن أشتري لك هذا البيت ثم تشتريه مني، أشتريه لك نقدا وأبيعك إياه مقسطا بالسعر الفلاني. الصحيح أنه جائز هذا الأمر، لكنه غير ملزم لا للباع ولا للمشتري. يعني المشتري قد يشتري هذا البيت ثم لا يبيعه، يقول أعجبني أنا أريد أن أبقيه عندي، أو المشتري يقول أنا غيرت رأيي ولا أريد أن أشتريه. لا يلزم قضاء، لا يلزم قضاء، لكن بعض الشركات كما بلغني ما أدري عن صحة الكلام أن تخليه يوقع قبل أن يشترون، أن يشتروا، وهذا لا يجوز. يوقع بالشراء قبل أن يشتروهم، هذا لا يجوز، لكن إذا اشتروا جاز لهم أن يبيعوه بعد ذلك.